في هذه الأثناء وصف أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي السفارة الأمريكية بأنها سفارة دولة احتلال للعراق. وقال الخزعلي في بيان له إنه ليس من المصلحة استهداف السفارة الأمريكية في بغداد حاليا، وذلك ليس بسبب أنها هيئة دبلوماسية، بل لأن هذا الاستهداف يمكن أن يستغل إعلاميا للمساس بهيبة وسيادة الدولة، مشيرا إلى أنه يعتبر تشكيل لجان تحقيق في الجهات التي تستهدف السفارة الأمريكية لا يخدم المصلحة الوطنية على حد تعبيره.